يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا الكرم منك وصحانا وصحانا. توعديني وتحلفي دلوقتي حالا انك تنسي موضوع الغنى والموسيقى ده خالص. عمري ما هبطل عنك. هتوحشيني. دي ام دي لو مرات ابوها مش تعمل فيها كده. اللي تقدر تنفذ اللي في دماغها وتعمل اللي انت عملتيه ومشان من النسيم هتعرف تفضل ورا حلمها حتى لو كانت محبوسه في زنزانه حقيقيه بسلاسل وجنازير. ده ايه هربت؟ قسوتك معاها وحبستك ليها زي المساجين ما كانوش السبب في اللي حصل؟ لان داير على حل شعراء مع واحد قد ابوها في الكازينوهات. الراجل ده مؤمن بيها وبموهبتها بيحاول يساعدها. دول امك حشتني انا كده زمان فيحت دمها وهتفضلي تتحكمي طول عمرك لغايه ما تتربي صح. انا غص عليا عيشتي حتى وانا مش عايشه معاها. غريبه منسيه بعيده منسيه غريبه من يومي في وحدتي دي. محدش قال لك ان الغنى ممنوع؟ لا محدش قال لي. ما هو مش ممنوع. ممكن تغني تاني؟ هي دي البنت اللي انا حكيت لك عليها اللي جسمت الجائزه الاولى واختفت. انا بغير عليكي من الهوا يا دليله وبتجنن لو حسيت ان في حد قرب منك. دليله صوتي يستحق ان الواحد يقف جنبه. انا وعدتك ان انا اللي هساعدك. اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني. انا عمري ما شفتك سعيده مره واحده في حياتي. عمري ما هبطل اغني. هفضل اغني لحد ما اموت.